بعد الاطلاع على حضور الطالبات في الأسبوع الماضي في يوم الأحد 95.7%، ويوم الاثنين 96.6%، ويوم الثلاثاء 97.7%، يوم الأربعاء 97.8%، والخميس 97.3%، والمجموع الكلي بالنسبة إلى المئوي للأسبوع التاسع 97.2%، وهذا المجموع الكلي 90%، كما قاله المدير المساعد السيد الحاج رسلي بن إدريس في الأسبوع الماضي. صحيح؟ الأمور الآتية: النظافة العامة ونظافة الفصول الدراسية ونظافة حول المدرسة، المطعم والمراحل أو دورات المياه، كلها جيدة الحمد لله. والأحداث الواقعة في الأسبوع الماضي: أولا، مجلس إعلان نتيجة الامتحان STPM 2019 المنعقد في قاعة المحاضرات للسنة التوجيهية أو دي أو لا. وثانيا، رحلة الأخوة إلى من صفوف الضابطين بالمدرسة إلى مدرسة لابو الدينية الفيدرالية في نجري سمينة، ليس بلاد التسعة. وبعد ذلك ثالثا، مخيم من فرقة كشاف في معسكر كيميجا. وأخيرا الرابع، حفلة مراسم الافتتاح العربية لعام 2020، افتتح مدير المدرسة هذه الحفلة في اليوم الخميس الماضي. وأكتفي بهذا القدر، ونلتقي مرة أخرى إن كان من العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.